أيام قليلة وينطلق سباق جديد نحو البيت الأبيض، سباق يزاحم خلاله المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من أجل الوصول إلى المكتب البيضاوي، فيما يسعى ترامب هو الآخر للفوز بولاية ثانية. انتخابات ينتظر نتائجها العالم أجمع والشرق الأوسط بشكل خاص، فلطالما شكلت المنطقة محوراً مهماً في سياسات الرؤساء الأمريكيين على مر السنين وعلى اختلاف توجهاتهم. فكيف ينظر المصريون إلى هذا السباق؟ وما هي توقعاتهم؟ وماذا يأملون من الإدارة الأمريكية المقبلة؟ سواء كان الفائز ترامب أو الفائز جو بايدن، فمن المؤكد أن هناك متغيرات سوف تحدث في العلاقات المصرية الأمريكية. وهنا أنا أعتقد أن القيادة المصرية مستعدة للتعامل مع هذه الأمور بحكمة ورشادة، ومن منطلق العلاقات الوثيقة والوطيدة والمصالح الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية بشكل عام هي علاقات استراتيجية تحكمها مصالح متحددة، مصالح اقتصادية، مصالح عسكرية، مصالح اقتصادية، لا تتغير بشكل جذري بتغير الرئيس الأمريكي. التغير دائما يكون في الآليات، في الخطاب السياسي، لكن هناك علاقات قوية بين الجيش المصري والجيش الأمريكي، هناك علاقة تعاون عسكري، علاقات اقتصادية، شراكة مهمة. العلاقات المصرية الأمريكية يجب أن تفهم في سياقها مع أي رئيس أمريكي أنها علاقات استراتيجية بصرف النظر عن الخطاب السياسي والإعلامي لهذا الرئيس أو ذاك، لكن التغيير في الإدارة الأمريكية سيكون له انعكاس على الإقليم بأكمله، سواء في دول الخليج، في منطقة المشرق، وأيضا في المنطقة المغربية. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية ستتغير مع الرئيس جو بايدن إذا جاء. هناك تحفظات عديدة على مسار العلاقات، وهناك تغيير هيكلي مفصلي في هذه العلاقات. إذا استمر الرئيس ترامب الأمر مختلف، ستكون هناك تطوير لمجالات التعاون السياسي والاستراتيجي، لكن المنطقة بأكملها في حالة تأهب لتغيير في الرؤية وفي المنطلق وفي التوجهات السياسية الحاكمة للعلاقات العربية الأمريكية.